عادت مشهورتا لسناب شات السعوديتان رهف القحطاني ومروج الرحيلي لتتصدر محركات البحث في الساعات الماضية. وفي التفاصيل، نشرت كل من المشهورتان الشابتان مقاطع فيديو لهما من عطلتهما داخل السعودية في أحد الشاليهات الصيفية في الوقت نفسه، الأمر الذي أثار شكوكا حول تنظيمهما لهذه الرحلة سويا. في السياق، أفادت بعض المعلومات أن رهف القحطاني ومروج الرحيلي اتفقتا سويا على رحلة سرية يقومان بها بعيدا عن الجميع، وهربتا من منزليهما لتلتقيا ببعضهما البعض في الشاليه. وتابعت المعلومات أن مروج أوهمت حبيبتها أنها ذاهبة للشاليه من أجل بعض الإعلانات، وذهبت لتلتقي رهف القحطاني هناك التي جهزت لها الشاليه بطريقة رائعة. وقد تفاعل المتابعون مع الموضوع، حيث انقسمت آراءهم بين من فرح من أجل رهف ومروج بمصالحتهما، وبين من هاجمهما معتبرا أنهما تقومان بهذه الحركات من أجل إثارة الجدل فقط. تجدر الإشارة إلى أن الفتاتان تحاولان إيهام الجمهور بأنهما في مكانين مختلفين، لكنهما لم تنجحا في ذلك. إلى ذلك، اعتبر المتابعون أن هذا حصل بعد رسالة مروج غير المباشرة لرهف التي طلبت فيها السماح منها. وفاجأت مشهورة السناب شات السعودية مروج الرحيلي جمهورها مؤخرا بتصرفها تجاه رهف القحطاني. في التفاصيل، نشرت لرحيلي مجموعة من الصور لها من رحلتها في المالديف التي قضتها مع القحطاني، وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصور معتبرين أن مروج قد نشرتها قصدا في محاولة لكسر الجليد بينها وبين القحطاني. وأفادت بعض المعلومات المنتشرة أن مروج لم تكن تريد أن تفتعل مشكلة مع رهف القحطاني، خصوصا وأنها استمتعت كثيرا معها خلال رحلتهما إلى المالديف، وهذا ما أكدته عندما قالت لرهف في آخر يوم من رحلتهما أنها تريد إعادة هذه الرحلة معها ولكن في مكان آخر. وأضافت المعلومات نفسها أن السبب في المشكلة التي حصلت بين رهف ومروج هي حبيبة مروج التي أجبرتها على الخروج والتحدث بهذه الطريقة عن رهف لأنها غارت عليها كثيراً.